في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات، تشهد الأراضي الفلسطينية استهدافات واقتحامات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي للقرى والبلدات، ما يسفر عن مواجهات تتسبب في سقوط قتلى وجرحى. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحركة حماس في منطقتي البريج وجباليا بقطاع غزة. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن طائرة إسرائيلية دون طيار استهدفت موقعاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن تدميره دون أن تذكر وجود إصابات. في سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام نفذه الأخير من عدة محاور في مخيمي نور شمس وطول كرم بالضفة الغربية. المصادر أوضحت أن جرافات عسكرية رافقت الجيش الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام وشرعت بتجريف الشوارع وتدمير مركبات للسكان المدنيين، مؤكدة أن مسلحين فلسطينيين أعطبوا جرافة عسكرية قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت جامعة بير زيت التي تعتبر إحدى أكبر الجامعات شمالي رام الله بالضفة الغربية، واعتقلت سبعة طلاب ورئيس مجلس الطلبة وعددا من أعضاء المجلس ودمرت محتويات مقر المجلس بشكل كامل. وأدانت الجامعة في بيان اقتحام الجيش الإسرائيلي لحرمها الجامعي، معتبرة أن ما حدث يشكل انتهاكا جسيما للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية.